السلام عليكم البنات، بارك العواشي، صباحكم مبروك وعيدكم مبروك ونهار كبير هذا عند الله. واليوم انا غادي نقدم لكم هاد الشيء اللي صوبينا. هو هذا صوبينا شويه البطاطا مشمله، البطاطا والبيض شريده، هذه تاهي شريده، هذه تاهي شريده، الفلفل المطيشه، الزيتون، الالوان، ايوا هذه الهريسه، الملح والكمون، وهذه التقليه هي، هادو القطبان ديال اللحم، كاين اللي ما تيبغيش ياكل بولفاف، والقلب، والبصيله حداه، والكفته، ضروري الكفته كتكون. يوعدكم مبروك وعواشكم مباركه باش كتمنى، وهذا هو النهار الكبير عند الله تبارك وتعالى. الصينيه ديال البراد ما نساوش الصينيه اتاي، ها هو انا تنوريكم هادشي باش ما ديرونجيش الطبله. هذا اتاي البراد المغربي، الصينيه المغربيه هي هذه، نهار كبير مبارك، عيد مبارك سعيد على الجميع، على الأمة الإسلامية كاملة. خليناكم على خير، صباحكم مبروك وعيدكم مبروك. باي باي البنات.